ما بين هذا التحالف مع الضباط الفرنسيه، نزار، زرقيني، هوفمان، شابو، بنشريف، تينكري، اسماء معروفه، يدير ويعجبك حاجه مليحه برك في الجزائر دائما خاصيه. نظام الجزائر ماهوش عربي، مش قبايلي، ماهوش شابو، ما هو ماهوش من جنس، معناها ماهوش من جنس واحد. يعني احنا لو كان نقولوا في الجزائر يا سيدي، خلينا نقولوا الجزائر كان عرب وكان امازيغ، كان دير التقسيم العام، رغم ان التقسيم ذلك مش صحيح، مش دقيق، يعني كان ديز عرب وكفار وديز بربر. لكن مرات تسمع يقول لك الشاويات بعيد، تسمع هكذا. نظام الجزائر اللي عجبك ماهوش متقسم على هذا الاساس، وهذه من رحمه ربي علينا، والا كانت تكون كارثه. ايه كان يكون لمصالح، لانه لما يعد مثلا هو عنده، ولذلك مثلا هو مدير مكه كي تقول ايدير، ايدير قبايلي، بن شريف بن جلفه، نزار شاوي، دونك كانوا من الاقتصاد اللي يملوا وما وش قالوا، كان عندهم ان بوان فاهم. سيرتو اللي بقاو ل 61 محمد عماري ولا المخ 60 محمد تواتي، محمد تواتي المخ هذا اللي اسمه المخ. وي سي هذاك هو المنظر تاعهم محمد تواتي. شوف هما الاخطر في فرنسا ما زالوا كذا يزيد، بس حالهم ماهوش حاجه كبيره. نحكوا تعرفوا بالخير كونتاكت روبلار رينار ثم محمد تواتي فهم زعما المخ الزاوي اللي جاي يسموه في الاخر يسموه المخ تاع الجينيرال. لما صرات هذيك الضربه ما بين وجده والمجاهدين تاع الداخل، دونك هما بداوا يقسموا في المجاهدين تاع الداخل، قالت مع الاخرين هكذا ديجا كل هذه شعباني كرهوا حتى من يكون مع تواتي. خدا ان بوزيسيون ميديال الاول، وبعد سكت لما ضربوا جماعه بوبياف خيبة، بوبياف هرب، أحمد سجنوه من بعد هرب، خيبة هرب من بعد قتلوه في إسبانيا، كريم بن قاسم هرب قتلوه في فرانكفورت، حسين هرب. دونك القيادات كبيرة أحفظها هرب. المشكلة لما يروح لبوبياف واحد من القيادة المغربة الصناع مضياف وكريم بالقاسم، هذا من السبعة اللي أعلنوا الثورة، يعني يعلنوا الثورة. صح كريم بالقاسم ما كانش حاضر مع السيس، لكن كان دائما يحفظ اسمه لأنه هو اللي كان شد منطقة قبيل، هو اللي كان عنده سلاح. زوج مناطق كان فيها سلاح طبعا، مصطفى بن بولعيد عنده الميليو لوراس، يعني أساسا كانت كاينة في مناطق واحدة أخرى بصح التركيز لاباز كانت لوراس ومنطقة قبيل وندوزيام. كان كريم بن قاسم في منطقة قبيل، مصطفى بن بولعيد في منطقة العربي بن مهيدي، بيطار، وضياف، شكون السيزيام؟ لا، السيس ما كانش فيهم خيبر، خيبر من لا لا لا، مات استشهد من الشهداء في المطبعة. لا لا لا، قد في الله. المهم اللي بقاو من هذا السبعة اللي بقاو حيين، بقاو زوج فقط. اللي هما لا مش هيك من هيك مش كان صح، اللي هو قضية هو كريم القاسم في 62 63 قضية في يهرب للمغرب وكريم القاسم يهرب لأوروبا. صح كاين واحد اخرين ايضا اللي هما مهمين جدا كما عيد حمد كما عيد حسين كما خيبر كما هذو الثانيين تلقاو دوسهم اللي في معركه مع وهذا لعبوا دور كبير في الثوره، قيادات كبيره في الثوره. يعني لما تجيب هذا حقيقة بوما دير عليك ليس اللي يسوي ولا شيء مع هذا ما يعرفوش الناس هنا عرفناه من بعد. نو لي ميليتير بصح عندو كريمو اللي مش معروف خاطش اللي خطر منو الروسي اللي خطر منو طيارة الإنسان اللي يريدها مثلا هو اللي يديروه باش
61 لما كان كان الجماعة في تونس ماجور في تاع لاين يعطوهم رخصة المغرب يوصل حتى هما يقولوا شي اللي هما متصل بول بن بلا قريت حنا في هذا هي بن بلا اللي قبل شوف هما يقولوا بلي هما على الاقل رسميا يقولوا بلي بلي راح بباسبور مزور انا سمعت اللي عطالو الباسبور المزور المغربي عبد الكريم أو مات مؤخرا الله يرحمه دور الأسنان اللي مات قال لهم اللي يعطينا الباسبور مغربي مزور اسمه محمد مخربة مصدر شيء كان والله بعد ذلك السحابة ذيك المخربة بعد ما كان صدق على تليفة يقولها في أحد برنامج ذات الجزيرة معاه عندها 7 سنين ولا 5 سنين أنا ربطتها أنت لا والله لا 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 صح يقولها لا يا جماعة شوف حاجة لازم القضايا التاريخية والقضايا الأمنية لو احنا نحاربوا فيهم لازم دائما نلتزم الصدق التزام الصدق المعارك هو الصح حتى لو انت تخاصم في الخصوم وإلا نسمع حاجة راهي أخطر بشيء لما الناس تبدا تبرر كبير عدو زور الحقيقة راهم بعد التزوير يعني لان بعد الناس ما تعرفش تعرف التزوير وين يحبس واذا انت زورت شويه يجي اللي وراك يزور اكثر واللي يجي وراه يزور اكثر بقية اليوم فيها وعليها بس انا شوف بقية اليوم مش هي المشكلة كبيرة كاين ناس بزاف يعتقد ان تشبيه اليوم مشكلة كبيرة بقية اليوم فيها بعض الملاحق السرية بما فيها الملاحق ماذا تتعلق بالسلاح بالتجارب النووية بالتجارب الكيميائية بالأسلحة هذه كانت كوارث ما عرفناش بها وبقات التجارب تجري في وقت مدين مرض كبير اللي كانت في فرنسا حاول يزيد